اللي انت ما سالتنيش يعني النهارده هخلص الساعه كام؟ انت بتبص لي كده ليه؟ لعلمك رموشي كده طويله رباني. انا مش حاطه مسكره ولا حاطه ميك اب ولا بحب تاتو الحواجب ده ولا بحب البتاع اللي بيحطوه في اسمه ايه مانيكير، مع ان عندي شنط ميك اب قد كده في البيت. انت بتحب الميك اب؟ في يا طارق ما ترد عليا، مش بكلمك. عارفه يا صدفه، اول مره اخد بالي من لون عينيكي. وده اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ العصب البصري عندك بعافيه ولا ما انتش مركز في تفاصيلي؟ لا يا طارق، انا احب الراجل اللي معايا يبقى مركز في كل تنتوفه فيا. انا من كتر بركزت في تفاصيلك يا صدفه نظري ضعف. طب كويس، ربنا سترها، الحمد لله ان احنا وصلنا بالسلامه وانت اللي سايق. ابقى روح اعمل الليزر، المنيله دي اسمها الليزك. حاضر.